السلام عليكم. عندما نتعرض للحزن فإن من الطبيعي البكاء، وإن الجزء الأكبر من العلماء يرى أن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على البكاء إرادياً. وأما عن الحيوانات ففي الغالب لا تتناسب دموع الحيوانات مع مشاعرها، ومثال ذلك دموع التمساح. فما السبب الحقيقي من وراء نزول دموع من أعين التماسيح؟ لقد اكتشف علماء أمريكيون أن التمساح يذرف دموعا حقيقية، ولكن لأسباب تتعلق بعين التمساح ذاتها وليست متعلقة بمشاعرها، حيث إن السبب الرئيسي لدموع التمساح هو أن تركيبة العين لدى التمساح تمتلك جفنا ثالثا فيها، حيث يشكل هذا الجفن حاجزا أمام الإفرازات والدموع، وبذلك تتجمع فيه الكثير من الإفرازات والدموع تحت هذا الجفن، وعندما تتراكم بكثره فلا بد أن تجد غريقها إلى الخارج، فتخرج هذه الإفرازات على شكل دموع نراها، فلذلك تخرج الدموع بلا سبب أو مشاعر. وكثيرا ما يتم استخدام مصطلح دموع التماسيح، وهو مصطلح يصف المشاعر الكاذبة تجاه شيء ما، لكن هناك شيء واحد مؤكد، هو أن الحزن المزيف ليس عاملا في دموع التماسيح.